إن كان لبناني إن كان أمريكاني إن كان من كل بلدان العالم. بطاطا وحمص ومش بس هيك، أكتر بكتير من هيك، أكتر من 50 مطعم تتخيلوا قلبهم لبناني، نفسهم لبناني، وبيطعموا أكل لبناني. وين؟ بكليفلاند. مش بس هيك، عم تحكوا عن خلينا نسميها إمبراطورية كبرت كتير وصار لها أكتر من 40 سنة. اليوم بـ 93 بلش الحلم، فادي عمل شغل كتير حلو، أمريكا كلها بتحكي فيه. خلينا نسميه تايكون الليبنيز ريستورانت اند ليبنيز كواليتي اند ليبنيز سيرفيس، مشهور كتير هون. إذا جايين على كليفلاند ما فيكن ما تقطعوا عند ألادن، صارت شغلة كتير أساسية. خليني أعرفكن عليه. فادي شمعون، خلقنا وربينا بفلوغة جبل لبنان، ما بيعرفها كنيسة السيدة والصحة والعين تبع الرئيس شمعون، وتعلمنا بالمدرسة بالدير، وبعدين عند أستاذ سليم المصري، وبعدين على الجامعة الوطنية بعلي، وجينا على أمريكا بالأيام الـ 72 74 هيك شيء. كيف بلشت بالاكل؟ كنت جيت والله كان معي ديانه 600 دولار من البابا، ديانه من جدي اللي بعتني. جيت لهوني برامت لقيت محل شغل ببيتزا بليس ديش واشر، سو ليتل سيزر بيتزا على بوتلاند ميشيغان، ديش واشر ماشي الحال، دولار و65 قرش بالساعه. اشتغلنا ديش واشر وصرت اتعلم اعمل بيتزا. كانوا الامريكان يقرطوا سكر كل الليل وانا اشتغل. شافني صاحب الشغل الجريكي مايكل إليتش، هلا توفى بس بليونير، بيسبول تيمز هاكي تيمز كذا، عجبته، صار يقول لي يور ذا ييست ان ماي دو، سميني ييست بس شوفني اللي ييست ييست كبر كبر مصرياته الزلمه. شايف انه عم ندير له امور الشغل منيح. وكملت بالجامعه من ميكانيكال انجينير بيونيفرسيتي ميشيغان واشتغلت بالبيتزا. بس خلصنا الجامعه الشغل كان صعب، تلاقي انجينيرنج جاب $11,000 a year وكذا، كنا عم نعمل 30-40,000. سو عجبتني، اي فيل ان لاف وذ ريجستر، الكاش ريجستر هيدي تنزل المصاري فيها، والله شغلي منيحه انه ما بتشوف المصاري فاتت فيها. ويجوا يلمون اخر جمعه شقايط وياخذون انا وير جوينج ان بزنس. سو ان اي ستيد وذ ذم شي 20 ييرز مع ليتل سيزرز، كبرنا ووسعنا وساعدناهم كبروا وكذا، بس ذي بيكام تو بيج اوف ا كوربريت، ما في لاف، ما في ايموشن، ما في شيء امريكان ستايل، بفوت على بكره كرمال دولار بعد شو يعرفك الامريكاني. ماشي الحال، وطلبنا من الرئيس انه يعطينا فرانشايز، هي سيد اوكي. جينا على ليتل سيزرز، جينا على كليفلاند، عمرنا ليتل سيزرز فرانشايز فور اس، عمرنا شي 50 محل. كنت لحقوني بالعمي جورج، اصحابي كلهم جبتهم وراي على الجامعات، خلصنا. بعد شي 20 سنه اكثر بال 94 البيتزا كانت شوك داون لو بيت بأمريكا، قررت أفتح لبناني. بعده كله دايما كنت أقول I wanna make people eat Lebanese food. فتحنا محل بليكود أوهايو واشترينا هونيك دالي صغيري ب 25,000 دولار، ضبطناها ومشيناها. ومعود على التشينز، أنا معود على التنظيم، معود من السيزر، معود على النظام، على بناء الجود you know good profitable places. And we grew. We're now at 50, almost 50 restaurants, a big factory with 2,200 employees, very organized system. Alhamdulillah. ومنرد للضيعة، للكنيسة بالضيعة أكيد، للرهبني أكيد، للكاثوليك، للجامعة قلبي وروحي معهم، للبنان أكيد، لكنيستنا هون أكيد، وكله
عم يرجع لنا. يعني إذا أعطيت كل شيء عندي لربنا مش قد ما هو أعطاني. ما بعرف كيف بدي لحق يرد له هلا قبل ما تخلص الحياة. ليش أوهايو؟ كنت على أوهايو، كنت على كليفلاند. كنت بديترويت ميشيغان، نحن مع السيزرز والهيد كوارترز ويونيفرسيتي اوف ميشيغان اول ذات. قاعدين هيك بميتنج عم نقول وين بدنا نعمل فرانشايز. قالوا لي في سيتي اسمها كليفلاند اوهايو، هيدي شيء 3 ساعات من هون، اتس ريدي فور فرانشايزنج. قلنا حلنا وجينا على اوهايو. صفينا قدام الكنيسة، فتنا على الكنيسة، تعرفنا على كل الشباب. كانت ايام حلوة وعم نتهجروا شبابنا مش حلوة كتير، كانت ايام حرب ودبرنا امورنا. 78 I came to Cleveland. So 72 to 78 in Detroit. ليش بعدك معلق بلبنان هالقد؟ حبيب قلبي لبنان والله. دعانو اذا بيروح مش لازم. هيك مدرسة خي، مدرسة غير شكل. لبنان وما تروح وما تروح هيدي القطعة، الكرم، الحب، الجار لجاره، مع انهم هلا بغير الامور وهيدا مش لازم، بس لازم يرجعوا كنيستنا ارضنا. اليوم كنا على تليفون مع كاتليك ومع الالمو اللي هن الرهبنه. يعني عندنا تراث كبير كبير هون، بتجي مصاري وكل شيء هين وكل شيء منيح، بط انه شو عندك اصله فاصل وينك؟ Yeah. لو واحد شاب لبناني بده يتعلم، انت بلشت من ديش ووشر لخمسين مطعم، هادو جدوت كل واحد في يعملها اليوم بأمريكا. كل واحد في يعملها، ما يفكروا بالمصاري على الطلعات. نو، you gotta come here and work hard، تفمد شوي وتصرف شوي، تفمد شوي وتصرف شوي، والبنك بصير يحبك بيعطيك، والدولة بتساعد. شيء رهيب شو هالبلد، شو هالنظام اللي عملوه الاولد بيبول بهالبلد اللي خلقوه، نظام رهيب بيساعد الفقير وبيساعد الغني. ولازم يكون عنا ايه النظام، نحن لو جماعتنا بيطبقوه بس fair life would be nice. خبرنا عن المطاعم، شو اسميهم، ليه سميته الادن وشو هن؟ الادنز was هيك by chance. وقت اللي جينا لعمر الادنز كان في الادنز موفي طالع جديد من ديزني، سو حبيناه وانا وسالي مدامتي اتفقنا انه هيك نمشي. رجعنا عملنا جازمين بيكري اللي هي بيكري عندها شيء 100 موظف، بنعمل خبز لبناني، بنقيش كذا، ونوزع من البيكري على الالادنز. عملنا ستوز اللي هو ستي ذكرى ستي وستي وهيدا، وعندنا 5 محلات من هودي لور اند. رجعنا عملنا طازة higher end, it's in a high neighborhood. اليوم بكليفلاند نحن بقولها بصراحة، أنا ما راح خلي حدا كومبيتيشن يجي على أي ليفل، على كل الليفلز مغطيين، غطينا بده يصرف كتير وياخذ محل فانسي مثل هون مثل بيروت، بحس حاله إنه بلبنان، بيجي على طازة. بدك الألادن Americanized شوي، American people love it, we're generous, we love to help out. كنايتنا كلها بالمنطقة من هون لديتون أوهايو ليونغستاون لكولومبوس لأي حدا بده يعمل فاستيفال أو شيء، كله حسابنا مقدم. قديش الأمريكان بيحبوا أكلنا؟ They love it. مش معقولة. بتسأل بدك إيه هلا هوني، have you heard about Aladdin؟ بيقولوا لك I love Aladdin. ما في مجال عنا، we're busy, we are really busy. يعني عنا محلات معمرة لتعمل لها شي 20-25 ألف أو 1200 زبون بالجمعة، عم نعمل 3,000-4,000 زبون. قديش بتلعب أنت دور تحافظ على التراث اللبناني وعلى تقاليدنا اللبنانية وبتفرجيها للعالم؟ أهم شي عندي، I'm Lebanese before anything. I'm American, I love America. على راسي أمريكا وبحبها كتير، بس I'm Lebanese first. وكتر خير الله، Lebanese Americans are everywhere. هيدي الأرض كلها حوالينا هوني، كل اللبنانية اجوا بالخمسينات كانوا يشتغلوا هون يبيعوا أكل على الطرقات، والعالم برا عم تقوس وتقتل بعضها. It was horrible. ويأخذوا chance على حياتهم وعلى عائلتهم
ويجوا يشتغلوا كل نهار يروحوا على البيت يعلموا أولادهم. ولا بتشوف شو في لبنانية هون أنجح العالم. شو what's next؟ شو الحلم كبير؟ إيه we're moving. الأولاد دخلوا بالموضوع. العائلة في كلها back up and I have 12 grandchildren and they're all into it. ما حدا ترك كليفلاند. We're building a chain. We're building it to grow. We're going to Columbus. We're going to North Carolina, South Carolina, Indiana. So yeah, little by little. كيف تعرفت علي؟ حبيب قال لي أنت معرف عليك no garlic no onion. بتدوخني. حبيتك قبل ما أشوفك. بموت فيك. شي بياخد العقل. ورجع زياد الحيك ونينا قالوا لي لازم تعرف على أنتوني. قلت له إيه أنا أنتوني عندي إيه بالدنيا وإلى آخره. بس نتعلم شوي شوي وعم نتعلم أكثر. هلا انغرمنا على الآخر. I'm Farris Shimon. I am the CFO of Aladdin's Eatery Season Brands Group. I've been working with my dad. He's the founder, Fatty Shimon, for 18 years. Oh, it's exciting. It's the Lebanese connection in the United States is a blessing. To be living in America and have this Lebanese heritage that you can draw on and work with and share with your American friends is something that you know, really, it's a blessing because everybody knows Lebanon, Lebanese food, and when you say you're part of that, it just, people connect with that. People are happy to connect with a country like that. I don't know if there's anything else like it in the world, to be honest. Definitely being half American, you know, you grew up in America and you get, you know, used to baseball, football, Thanksgiving, and you know, all the holidays. But growing up and having that twist on it where you're also getting the Lebanese cooking on the holidays, you're going to Lebanon for the summer, or you're going for a month, or you're going for 2 weeks and your friends are all going to Florida, it's different. But I mean, it's just such a blessing. If you meet people from around that are very worldly, well traveled. You go to church and, you know, you go to church conferences with St. Marin's, you know, and you meet people in California, Florida. All this Lebanese network is a great network to be part of. I mean, it's a really beautiful thing and a blessing. You shouldn't be scared. You should come with me on my next trip because it's fun. You ski and you go to the beach on the same day and then you go to the best nightclubs in the world. I love Lebanese food. I mean, healthy, delicious, tasty. My favorite is tabbouleh and hummus, and then, you know, I'm always willing to try all the rare items too when I'm in Lebanon. What should I tell you? My grandparents came here in the 1800s. My grandfather was the first Lebanese American to come to Cleveland, Ohio in 1866. And you know, I'm second generation. My mother's family is from Aitanit. So, and we're from the same alliance, Melkite Church. And in 2001, my wife and I, who's also second generation Lebanese, we immigrated back to Lebanon with our six children and raised the six children in Lebanon, and we travel back and forth. We run our businesses from Lebanon, our offices in Lebanon, and we love Lebanon, you know. It's our home. It's been our home for the last 23 years. So. How important are Lebanese in Cleveland? Well, I mean, I think they're very well established, and everywhere, you know, you run into Lebanese everywhere, anywhere, just in, you know, not just in Cleveland, but anywhere in the United States, you run into Lebanese, you know. Yeah, my grandparents are from Zahle. My grandparents on my father's side are from Zahle, Kasuf family, and Tuma Fahar family is my grandmother, and my mother's side is Halal and Haji Yes on my mother's side. And if you know Cleveland, you know, at the time,
I mean, the first Christians that came to Cleveland were primarily from Zahli, you know, because of the Turkish occupation at the time, you know. And it was after the, you know, the sacking of Zahli that these families, they had to send out family members to help support the family back home, you know. So, yeah. Why did you take the decision to come back even though you don't speak Arabic? Because why you need to speak Arabic in Lebanon? Everybody speaks English anyway. Speak more English there than you do in Europe. Plus, the lifestyle is fantastic. I live like a king there, and here I live like a dog. What are you talking about? There I live very comfortably, right? I don't have to worry about my personal safety, right? I mean, here in Cleveland's maybe fifth in the country in violent crime. So, I mean, you know, you have to be careful. In Lebanon, it's a whole different animal, you know? Plus, it's different. I mean, look, you get 360 days out of 350 days out of your sunshine here. Cleveland's like living in Canada. So I was upset. I used to tell my mother I was upset that my grandparents picked the wrong place in the country to come to. They should have picked something like Lebanon, right? Akidi guaranteed. Yeah. الأكل high quality. شو أهميته؟ هيدي كبنية. هيدي أطل كبنية. باي كان مع اللحام بفلوها. كان يشيل التندرلوين تبع الخروف. نعمل منها الكبنية. Amazing meat quality and very well spiced. فيها بهار منيح, فيها ملح منيح, فيها هيك additional flavors عن الكبنة. أنا بعرف ما حدا عنده إياها. أمريكا كلها ما حدا عنده إياها. حمص, وين راح حمص؟ حمص حمص كمان أكل. شرب كم كيلو حمص تعمله بالنهار؟ هيدا بنعمل 8 بالوت حمص كيس بالجمعة. أوف. ايه بس بيجوا بكل محل بيعمل حمصاته. طلع ديش كريمي. يا فور شور. جود كواليتي. ايه لا هاي كواليتي. بنستعمل زيت زيتون لبنان هيدا. جاي من الكورة, من بزيزة, من بيت المعلوف. أكثر من 40 سنة صار لهم هون وما نسيوا لبنان, هذا الشيء كثير مهم, وبعدهم بيجيبوا أغراض من لبنان وبعده بيحكي عن لبنان. مثل كأنه عايش هونيك أكثر من كثير لبنانيين نسيوا بيسبوه. أكثر قوة اللبنانية تبعي هوني هلا بوجودك لبناني قوي. مش عم نحكي إنجليزي بعدنا بقى. شيء بشرف. الزعتر والزيت كمان من لبنان. يلا أكيد. هيك بيستقبلوا الزبونات أول ما يفوتوا. نينو اللبناني. بيقولوا لهم سلوم زعتر وزيت زيتون الكورة. Very good. To get the best quality food. ما راح اجي اشتري بضاعة غش فيها وزعبير كرمال مصاري اكثر همي. النجاح اهم من المصاري. انت بطل. بس تنجح المصاري بتيجي لحالها. حبيتك من قلبي عن جد. من قلبي. انت هون بريزيدنت اوف ذا جروب وراء الكواليس. ما تعرفتكم على كلود زغزغي مرتجين رح نلتقى لانه وعدتهم انه ارجع لعندهم. ذس از افون بريمير عم تسمعوها. وي غانا كم باك ان اوغست ان الله راد وفرجيكم كل الجروب وان الله راد بنعمل ال 40 او ال 50 مطعم عندهم اياهم. كلود ثانك يو فور ايفري ثينج. اهتم فينا, استقبلنا امبارح, اجى اخذني هون من الاوتيل. اليوم ما قبل الا يترك عائلته يجي يقعد معنا. انت لسه كلها. وي كانت ويت تو سي يو ذا سمر اند سي يو سون ايفري ون. ديل.